كيف غلط. بلغازي تستحق من الأفضل، تستحق لأن إحنا كنا نصبوا معاها وبنديلها يد العون وننظفوا شو رحها وحدائقها. اليوم قسم المنتزهات قام بحملة رائعة جدا داخل المسطحات الخضراء بمدينة بنغازي وقام بتنظيفها. بس قبل ما نمشي لهذا التقرير، نتمنى من جميع المواطنين ان هم يعاونوا شباب الخدمات وينظفوا شوارعنا، وما حد يعزل حاجة من سيارته بيش ما خلوش هالشباب يتعبوا في تنظيف شوارعنا مع بعضنا وتنظيف حدائق مدينة بنغازي. مريت كيف غلط. اليوم شباب الخدمات العامة قسم الحدائق العامة صراحة ما شاء الله عليهم، كيف انتم شايفين تعال يعني والله بجدية جينام على اللي صدفة هكي جينام يخدموا، فما شاء الله ينظفوا في هالمكان وقاعدين كل ما قدرهم بيضا. اليوم تموت بنغازي الحنونة بهل نعشق هواها موت دار الوفا مجمل. انتم كقسم الحدائق العامة تمام، الامكانيات الموجوده عندكم توا حاليا شنو؟ والله امكانيات بسيطه، يعني كيس كانت نخدموا بينا. يعني عندي انا قدامي كانتري. كانتري وجاي والرافع باش تعبي في نفسها جاي في الطريق. تمام. كيس امكانيات نخدموا. لا 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 مو اليوم غازي الحنون. لا 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 كان هارد ميسا. اي والله. كان مسخة الدنيا ومسخة كلها نظفناها الحمد لله كلها. شو الحاجات اللي كانت هنا غير ال مصور لك شيء ضايم مصور لك توه مش واحد. لا لا هي كانت واضحة الصورة عند عرب بنغازي كانت واضحة، لكن اليوم ما شاء الله شفنا الصورة كانت حلوة. هنا غير الشجر الميت وغير هذا الشيء حاط النخال هذا كله. طبعا كنا في الحديقة اللي غادي نحن بعد الكوبري هذا على اليمين وعلى اليسار كانت بحد شوية بكى كان شجر لي منازل لوطة بكى عرفت كله قلمناه كله سويناه وتمينا شنو ناخذ في الشريط هذا كله عند غادي ان شاء الله عرفت وحده وحده خذينا حتى الجزيره تاعت تاع المدينه الريفيه اللي غادي وحده وحده كل شويه خاشين حديقه نحن عرفت. المواطنين في تعاون معاك يخطم يقول الله يعاون يخطم بارك الله فيكم بس يعني مش اكثر من كذا لكن في حاجه وحده اللي يخطم مع شبس مع عصير يعزق شكايه الريح هذينا جن كنا في الحدائق كنا ما درنا شيء عرفت بنغازي العشيقة دقت الشوق لها والله ما نحملها لا 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 والله ما نحملها لا 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 والله ما نحملها. اليوم رسالة وصلوها للي شاهدوا فينا أن هذه هي مدينة بنغازي، شبابها ما شاء الله عليهم يخدموا، شبابها قاعدين يحاولوا أنهم ينظفوا مدينتنا ويردوها عمارة المكان. فأنا أتمنى من كل المشاهدين أول حاجة أنهم يساعدوا رجال الحدائق والخدمات العامة ويساعدوا بنغازي في النظافة، يعني لو كباكتك شيشة المية اللي في السيارة المكياطة الكيكة أي شيء في سيارتك مش لازم تعز، يعني حط شكارة في كل سيارة وحط فيها حاجتك. بالنسبة للمسؤولين نتمنى أنكم تديروا لفتة رائعة لرجال خدمات العامة وتشكو بيهم